جروب سيارات كلاسيك العراق من محافظه بغداد. احنا نحيي هذا التراث العراقي مالنا. تعرف العراق كل محافظه بها تراث شكل، فاحنا نتميز بهذا التراث مالنا العراقي. فكل مناسبه نطلع هذا الجروب، نطلع على المحافظات، يشوفوا المحافظات عليها فد اقبال كلش جيد، يعني من المواطنين، اذا شباب، اذا شابات، اذا كبار، اذا اطفال، الهم فد نكهه بهاي السيارات. الكبار مثل يحجون للاصغر من عندهم الملاحقين عليهم، يقولون مثلا هاي احنا ركبنا بيهن، هذا اشتغلنا بيهن، هذا نفترن بازقه بغداد وازقه المحافظات ومحلات المحافظات المحله او المنطقه افترن هذا. فلذلك اكو اقبال. فاحنا كل مناسبه مثلا نطلع للموصل، من الموصل نروح لدهوك او الزاخو، نرجع لاربيل، تصير فد مناسبه مثلا صارت اللعبه مال الخليج، طلعنا للبصره. فلذلك نحيي هذا التراث مالنا ونتباهى به. سياراتنا من موديل 46 لحد موديل 65، من موديل 46 الى موديل 65. هذني اكو بعض السيارات مثل مال جده، مثل مال ابوه، عرفت شلون؟ موارثها. او اكو من بعض الكابتنيه الهواة يشتري سياره ويعتني بها، مثلا كان جده عنده مثلا فلان سياره، يشتري نفس مال جده او نفس مال ابوه في سبيل يحيي الذكرى مالتها، عرفت شلون؟ الادوات مالتها، الادوات كلها هاي من خارج العراق، هذا كله من خارج العراق نجيب الادوات.